السلام عليكم أعزائي الكرام، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة إن شاء الله. جيت اليوم نقدم لكم عسل اقتصادي وناجح 100% بطريقة بسيطة وسهلة. كنتمنى أن الفيديو ديالي ينال الإعجاب ديالكم. إلى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك، واللي جديد مرحبا بكم معايا في القناة ديالي. كنتمنى أنكم تضغطوا على زر أبوني، ونخليكم مع طريقة تحضير. بالنسبة أول حاجة نحتاجو إن شاء الله في العسل ديالنا هي سنيدة من فئة 2 كيلو، ونحتاجو المسكة الحرة كما كتشوفو، ونحتاجو الحامضة ونص اللي غنقطعوهم شرائح، ونحتاجو لتر ديال الماء. صافي، المهم هادو هما المكونات اللي كما كتشوفو ساهلة وكيجي معلك بالمسكة الحرة. المهم كناخدو السنيدة ديالنا. بالنسبة للبنات، علاش مدرتش السكر؟ لأن كيجي بسنيده اقتصادي وبشي حاجه يعني احسن، كيصدق احسن. المهم حتى السكر كيجي حتى هو زوين، ولكن كيكون اقتصادي شويه. المهم كندير البنات السنيده في الكوكوط ديالي، وكنضيف عليها لتر ديال الماء. صافي، وكنبقى نحرك مزيان حتى كن يتذوب ليا اولا كيتبدل ليا اللون ديال الماء. بملعقه خشبيه كان احسن. صافي البنات، كنبقى نحرك مزيان في الماء مع السنيده حتى كيذوب ليا شويه. المهم كيبقاش ليا كيبقاش انه الملسم ديالو خشن، اولا ما كيبقاش ليا الحبيبات ديال السنيده. صافي البنات، كنضيف المسكه الحره للدور ديال انك تخلي العسل معلق، كيجي لينا معلق وكيجي في ديك التعليكه اللي رائعه. صافي، كنضيف شرائح ديال الحامض. بالنسبه للبنات اللي بغيت تضيفوا القرفه كيبقى اختياري، انا ضفتها حتى الاخير، كيبقى غير نكهه اختياري، بغيت تضيفوها ضيفوها، ما بغيتوش المهم كيبقى لكم الاختيار. بالنسبه للبنات اللي ما كينجحش ليهم اولا ما كيعطيهمش داك اللون ديال العسل، يمكن لكم انكم تشدوا واحد الكموسه وانكم ديروا فيها واحد شويه ديال اتاي وكتضيفوه. بالنسبه انا غير هذه الطريقه كتعطيني اللون زوين. بالنسبه للبنات اللي ما كينجحش معاهم وما كيعطيهمش داك اللون، هذا كطريقه يمكن لكم ديروها. صافي البنات، كنخلي العسل ديالي على عافيه مهيله لمده 45 دقيقه. من بعد ما كنحل عليه الكوكوط ديالي، ها هو البنات كيفاش كيجي، كيجي رائع. لا في الشكل لا في المذاق ديالو، كيعطينا واحد النكهه احسن من اللي كنشرو، وحتى اللون كيجينا اللون المعتاد ديال العسل، يعني ما كيكونش كل بعض البنات انه كيقول لك العسل ما كيجينيش اللون ديالو كما كنبغي. المهم كما قلت لكم غير تبعوا الطريقه اللي قلت لكم، غادي ينجح معكم 100%. وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وصلنا لاخر الفيديو، وكما قلت لكم البنات الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب، واللي جديد مرحبا به يمكن لكم تضغطوا فقط على زر ابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد.